الله وبركاته. أخي الكريم، أختي الكريمة، تذكر هذولا كانوا موجودين معنا وكانوا جالسين معنا ويأكلون ويشربون، شوفوا الحين وينهم، في بيوتهم. والله ثم الله أنهم يتمنون دقيقة واحدة بس يذكرون الله سبحانه وتعالى. الحين أنت موجود حي تشم الهواء، اذكر الله، اترك المعاصي، ابعد عن الذنوب. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل خاتمتنا حسنة، وأسأل الله العلي العظيم من نشر هذا المقطع أن يجعل خاتمته حسنة. في أمان الله.